السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا المحاضرة الثانية بالفصل الثاني اللي هي الـ Installation of Air Conditioning System، تنصيب وحدة تكييف الهواء. بالبداية نجي على الـ Problems، المشاكل اللي تتعلق أو أثناء التنصيب، أنه لازم نلاحظها. يعني خلال التنصيب لازم نلاحظ بعض الأمور المهمة. عندنا النقطة الأولى أنه نوت كولينج، أنه ماكو تبريد. يعني أنا نصبت وكملت بس تبريد ماكو، فهذا معناه أنه عندي تسرب بالغاز، ليك بغاز التبريد. النقطة الثانية أنه المنظومة ما تعمل، يعني كملتها تنصيب بس ما قاعد تشتغل. فأتشيك التوصيلات الكهربائية لأن احتمال عندي خطأ بيها، كذلك نشيك أنه تجهيز الكهرباء لوحدة التكييف. النقطة الثالثة إذا كان عندي نويز، ضوضاء عالية، هاي نويز، فهنا عندي تشيك بعض الأمور. وحدة من عندهن أنه الوحدات الداخلية والخارجية انه بيها عدم استقرار، يعني مثلا يا اما حركة بالمراوح قاعد يصير عندي نويز، او محتمل بالضغط نفسه عندي بيه مشكلة. فانه تشيك الوحدات الداخلية والخارجية، كذلك نشيك الانابيب، توصيلات الانابيب، لان محتمل انه اذا كان عندي يعني مشكلة برابط الأنابيب أيضا يطلع عندي صوت ضوضاء عالي. النقطة الرابعة تسرب الماء. تسرب الماء دائما أو على الغالب ينتج من الدرين. احنا عندنا منظومة التبريد الداخلية انه موجود بيها الإيفابوريتر. الإيفابوريتر يكون بداخل غاز التبريد بارد، ويجي هواء حار، المروحة الداخلية اللي تسحب الهواء الحار مال الغرفة تمرر على الإيفابوريتر اللي بيه سائل تبريد بارد، فراح يتكثف بعض الماء وينزل جوا بحوض تصريف الماء اللي هو الدرين، يصير بنهاية الوحدة الداخلية. وطبعا هذا الدرين يكون على شكل سلوب مائل ومربوطة بخرطوم ماء أو صوندة تطلع الماء للخارج. فنشيك الدرين، محتمل عندي خطأ بتنصيبه. كذلك إذا كان عندي تنصيب العازل، إحنا نعرف العازل يكون من جهة الضغط الواطئ، اللي يعني الجهة اللي يكون بها سائل تبريد بارد. فمحتمل إنه إذا كان يعني مثلا عند العازل بي مثلا مشكلة أو مكان ما معزول، يصير مي، يعني قطرات مي، فنشيك ربط العازل. النقطة الخامسة الكاستمر، الزبون. الزبون اللي يعني مثلا انه احنا نصب له وحدة التبريد، فمحتمل الزبون مثلا ما يفهم يعني مثلا بالريموت كنترولر ما سبلت، فلازم انه نعلمه على الريموت حتى، لان محتمل يعني هو مثلا دايس دقام او يعني مخربط الكنترولر مال التكييف، فلازم نوضح له عمل التكييف. هنا عندي هاي الصور توضح النقاط اللي حكيناها، لكن بالصورة هنا مثلا الصورة الأولى انه نوت كولينج، ما عندي تبريد، قلنا نشيك تسرب غاز التبريد. النقطة الثانية إذا كان المنظومة مثلا ما تشتغل عندي، نشيك التوصيلات الكهربائية إلها. والنقطة الثالثة إذا كان عندي نويز، نشيك الوحدات الداخلية والخارجية. تسرب الماء قلنا نشيك الدرين او جهة العازل. والنقطة الخامسة الكاستمر، الزبون،
قلنا لازم نفهمه على كيف آلية تشغيل وحدة التكييف. نجي على خطوات التنصيب Installation Procedure. أول شيء لازم نحدد مكان تنصيب الوحدة. أنا من أريد أنصب السبلت لازم أحدد مكان قبل أن أنصب وحدة التكييف. فعندي النقطة الأولى أنه أتشيك أنه يعني عدم وجود عوائق obstacles، عوائق أو حواجز أمام دخول وخروج حركة الهواء. إحنا مثل ما نعرف عندي بالنسبة للوحدة الخارجية اللي بيها الكوندينسر المكثف، إن المكثف إحنا لازم نبرده حتى يحول الغاز الحار يكثف يحول السائل، فتبريده يتم عن طريق الهواء. أكو مراوح تدفع الهواء حتى تبرد للمكثف وتكثف غاز التبريد الموجود بداخله وتحوله إلى سائل. فلازم المكثف أقل شيء يكون على بعد مترين عن أي عائق أو حاجز أمامه حتى يمر الهواء أو حركة الهواء تتم بشكل طبيعي. فلازم أنه نبعده عن أي عوائق أو حواجز أمامه. حركة الهواء لازم ما تكون شورت سيركت، لازم ما تكون قصيرة. عندي تنصيب الوحدة. بعد ما اختاريت المكان أجي يتم حفر ثقب بالحائط قطرة من 70 إلى 80 مليمتر. هذا الثقب حتى أمرر من خلاله أنابيب تبريد، كذلك أنابيب لدرين والأسلاك الكهربائية. الأنابيب البايبينج عندي هنا هذا الجدول يوضح أقطار أو أنواع الأنابيب وأقطارها بالنسبة للأنابيب الليكويد السائل وأنابيب الغاز. لأن احنا قلنا عندنا بمنظومة التبريد خطين، خط الضغط الواطئ اللي هو يكون سائل وخط الضغط العالي اللي يكون غاز. فهنا عندي قلنا يعني هاي أقطار الأنابيب الخاصة بالضغط الواطئ اللي يكون على شكل سائل أقطارها. طبعا نشوف انه أقطار أنابيب السائل تكون أقل من أقطار أنابيب الغاز يعني الضغط العالي. عندنا 3 rules for piping work، 3 قواعد رئيسية بتسليك الأنابيب. يعني أثناء ما أمد الأنابيب لازم أول شيء أشيك نظافة الأنابيب الكلين، إنها الأنابيب ما بيها أي شوائب داخلها. النقطة الثانية دراي، إنه لازم الأنابيب تكون جافة ما بيها أي مي أو هواء داخلها. طبعا إنه يتم تفريغها من الهواء بطريقة أو مضخة الفاكيوم. والإير تايت الشد الأنابيب أو رابطها حتى أمنع تسرب غاز التبريد. النقطة الرابعة العازل الحراري. العازل احنا قلنا دائما يصير من جهة الضغط الواطئ حتى يحافظ على برودة الأنابيب. النقطة الخامسة عندنا أنابيب الصرف لدرين بايبينج. قلنا أهم شيء إنه أنابيب الصرف أو الحوض الدرين لازم يكون بشكل مائل، وأنابيب إنه توضع أو يتم وضعها إلى الخارج حتى تفرغ المي مي الوحدة الداخلية إلى الخارج. النقطة السادسة ليك تيست فحص التسرب. طبعا يتم فحص التسرب بالأنابيب أو التوصيلات من خلال محلول رغوي. عندنا الفاكيوم، عملية الفاكيوم أو سحب الهواء من الأنابيب. احنا قلنا يعني اهم شيء بالانابيب لازم تكون مفرغة من الهواء، لان الهواء يعتبر عدو الغاز التبريد، فيتم تفريغه بعملية الفاكيوم او مضخة الفاكيوم، مضخة سحب الهواء.
عدنا مادة الأسلاك الكهربائية وأعمال الإنهاءات، يعني هاي خطوات إنه تصير أثناء التوصيب، إنه نمد الأسلاك الكهربائية، أعمال الإنهاءات نشيك العوازل، وبالأخير إنه التيست ران فحص التشغيل، نشيك تشغيل منظومة التبريد، ونشيك درجات الحرارة أو الفرق بين درجة حرارة الدخول والخروج اللي هي لازم تكون حوالي 8 درجة سيليزي. نجي على اختيار الموقع selection of location. اختيار الموقع نجي على الوحدة الداخلية. الوحدة الداخلية لازم أول نقطة عندي يكون سهل التشغيل، يعني بمكان أخلي الوحدة الداخلية بمكان يكون عملية التشغيل سهلة. اثنين التحكم عن بعد الريموت كنترولر، الريموت ما سبلت لازم يكون ما معرض إلى ضوء الشمس، بعيد عن ضوء الشمس. النقطة الثالثة سهولة ربط أنابيب الصرف، إنه يعني المكان اللي أختاره لازم أنابيب الصرف إنه سهل رابطها. والنقطة الرابعة إنه حركة الهواء لازم تتم بشكل طبيعي، يعني ماكو عوائق أمام حركة الهواء. مثلا مو نخلي السبلت قدامه يصير كنتور أو شيء يعيق حركة الهواء، لا نختار مكان مناسب. والنقطة الخامسة الحائط الوول سترونج إناف، الحائط اللي يتم ربط الوحدة الداخلية اللي لازم يكون قوي، يعني ما أربطه على مكان مثلا إنه مثلا مكان مو شرط لحاط من طابو، يعني مثلا أكو يربطوه على بليتة، البليتة إذا سمكها كافي تتحمل وزن الوحدة الداخلية عادي، بس أكو مرات مثلا بليت سمكها ما يتحمل يعني حمل الوحدة الداخلية، فلازم إنه يعني نتأكد إنه الجدار اللي نربط على الوحدة يكون قوي. نجي على الوحدة الخارجية. الوحدة الخارجية اللي هي بها الكومبرسر الضاغط والكوندينسر المكثف. أول شيء لازم المكان اللي أختاره للوحدة الخارجية يكون مكان واسع، حتى إذا أعمل تنظيف مثلا للوحدة الخارجية أو صيانة أو تنظيم، يعني مكان حتى المهندس الصيانة يكون مريح له. النقطة الثانية إنه عدم وجود عوائق أثناء دخول وخروج الهواء بالوحدة الخارجية. قلنا إحنا الوحدة الخارجية بها المكثف لازم إنه يتم تبريد المكثف بشكل طبيعي، فلازم ما عندي أي عوائق أمام وحدة التكثيف. قلنا أقل عائق لازم بعد مترين حتى ما يصير عندي شورت سيركت حركة الهواء. النقطة الثالثة عدم تسليط دفع الهواء على الجار، يعني ما أخلي الوحدة الخارجية إلي الهواء اللي تدفعه، يعني إحنا قلنا إنه أكو مراوح لأن تبريد بحمل قصري، فالهواء لازم تدفع ما يروح على الجار، يعني أحاول أختار مكان حتى ما أذي جيراني. والنقطة الرابعة يكون سهل للصيانة، يعني لازم مثلا اختاره بمكان الممر اللي يكون به وحدة التكثيف، لازم انه قلنا على بعد مسافة حتى اذا اعمل صيانة او تنظيف لها مثلا يصير سهل عليه. والنقطة الاخيرة انه لازم الربط يكون محكم، يعني ربط الانابيب الكهرباء تكون محكمة الربط. نجي هسه على تنصيب الوحدة الداخلية. أول شيء نحدد مكان تنصيب الوحدة الداخلية. اثنين اليونت بيبر أو الصفيحة الورقية اللي توضع على الحائط
خلف الوحدة الداخلية أو خلف السبلت لازم نحدد مكانها اللي هي هاي اليونت بيبر، نحدد مكانها وبعدها يتم ربطها بالبراغي، عمل ثقب بالحائط. النقطة الثانية عمل ثقب بالحائط اللي قلنا قطره من 70 إلى 80 ملم، حتى نمرر من خلال الأنابيب الضغط العالي والواطئ والأنابيب الدرين والأسلاك الكهربائية. هنا يتم عمل الثقب للحائط بهالشكل. طبعا هنا الوحدة الداخلية عندي أو السبلت لازم تكون مرفوعة عن مكان الثقب، حتى الدرين قلنا الدرين راح يكون بشكل مائل حتى المي ينزل للأسفل. وهسه راح نجي على طرق ربط الدرين. هاي هنا هاي الملاحظة يقول موقع الثقب قلنا لازم يكون أقل من مستوى أنبوب الصرف بالوحدة، ويكون بشكل مائل بزاوية مقدارها 5 درجة. بعدها يتم ربط اليونت بيبر صفيحة التنصيب مع الحائط بالبراغي بهالشكل هذا. هاي اليونت بيبر ويتم ربطها بالبراغي. النقطة اللي بعدها نربط جميع الأنابيب على شكل حزمة واحدة، الأنابيب أنابيب الضغط العالي والواطئ، أنابيب الدرين، يتم ربطها بتيب شريط حتى نخليها تكون على شكل حزمة واحدة أو لفة واحدة حتى نمررها من خلال الثقب. هسه هنا أكملنا تنصيب الوحدة الداخلية. انه يعني ثبتناها على لوح التنصيب. نجي هاي الصور توضح هسه النقاط اللي تكلمنا عنها. بالنسبة للاندور الوحدة الداخلية والاوتدور الوحدة الخارجية، قلنا الوحدة الداخلية لازم مكان يكون سهل التشغيل والريموت كنترولر ريموت التحكم يكون بعيد عن اشعة الشمس، كذلك سهل الدرين حتى نفرغ المي، يعني مكان الدرين لازم يكون مكان مناسب. وبالنسبة للوحدة الخارجية قلنا انه لازم تكون سهل التنصيب والتنظيم، مكان سهل يعني يتم وضعها. والنقطة الثانية لازم بعيدة عن اي حواجز او عوائق تأثر على حركة الهواء بالوحدة الخارجية. والنقطة الثالثة انه لازم قلنا يكون بعيد عن الجار ما يأذي الجيران، يعني وضع الوحدة الخارجية لأن بيها دفع هواء لازم ما نأذي الجار، يعني نحاول نبعدها قدر الإمكان. تنصيب وحدة التكثيف Installation of Condensing Unit. طبعا وحدة التكثيف او الوحدة الخارجية قلنا موجود بيها الكوندينسر المكثف وموجود بيها الكومبرسر، فالكومبرسر مربوط ببراغي لازم تشيك هاي البراغي وربط المراوح وترك مسافة قلنا بوحدة التكثيف كما موجود بالكتالوج أو دليل الوحدة. نيجي على أنابيب التبريد، قلنا 3 قواعد مهمة، إنه لازم تكون نظيفة وجافة، نظيفة يعني ما بيها أي شوائب بداخلها، وجافة خالية من المي والرطوبة، وربط الأنابيب. النقطة الثالثة تشيك ربط الأنابيب حتى ما يصير عندي ليك. العازل الحراري قلنا مهم انه يتم العزل الحراري من جهة الضغط الواطئ. بالنسبة للتيب او الشريط اللي نربط بالأنابيب على شكل حزمة واحدة بهالشكل راح يكون عندي، مثلا هذا انبوب ضغط الغاز او انبوب الضغط العالي
رايح للمكثف، يصل للأعلى، وعندي الأسلاك الكهربائية، وأنبوب الدرين دائما للأسفل ويكون بشكل مائل، وهنا عندي أنابيب السائل اللي هي جاية من الإيفابوريتر، فيتم ربطها بهالشكل، هاي حزمة واحدة أو بهالشكل. أهم شي الدرين عندي يكون للأسفل. طريقة ربط الدرين، عندي هنا مجموعة صور. طبعا الصورة الأولى اللي هي تكون ربط الدرين صح، لازم بهالشكل هذا، منه ينزل الدرين بشكل مائل وبعيد عن الحوض. بينما الصورة الثانية اللي تكون خطأ، ليش هاي الصورة خطأ؟ لأن هنا الدرين مرفوع، فهاي الرفعة مالته هنا المي ما راح ينزل للأسفل، راح يرجع على الوحدة الداخلية، وبالتالي راح يعني يقوم السبلتي ينقط مي من الداخل، طبعا بسبب انه عدم احكام ربط الدرين، فهاي الربط خطأ. والنقطة الثالثة، اذا كان عمل تراب او مسخ يده بهالشكل شكل يو، ايضا خطأ، لان راح يرجع المي. و الرابع، اذا كان عندي الصوندة غاطسة داخل الحوض، ايضا خطأ، لان راح يبدي يصعد المي للاعلى، يصير يعني ينحبس الهواء، يصير ضغط، وراح يبدي ايضا ينزل المي من الوحدة الداخلية. والنقطة الخامسة او الصورة الخامسة، انه الدرين يتم عمل مصيدة به على طول الانبوب، ايضا هذا خطأ، لان راح يبدي ينزل المي من الوحدة الداخلية. تنقية الهواء، طبعا هنا يتم تفريغ الهواء من داخل الأنابيب. أيضا هنا عند الفاكيوم، عملية سحب الهواء، قلنا يتم بواسطة أنه عندي الجيج، جيج الضغط الواطي وجيج الضغط العالي، وبالوسط عندي أنبوبة السحب أو الفاكيوم. فمن أريد أفرغ أنابيب الضغط الواطي، أسد الجيج مع الضغط العالي، ويبقى الضغط الواطي أشد على أنبوب الضغط الواطي، والفاكيوم على أنبوبة الفاكيوم، ويتم تفريغ الهواء. كذلك بالنسبة للضغط العالي، إذا أريد أفرغ أنابيب الضغط العالي، أسد أنبوبة الضغط الواطي وأربط أنبوبة الضغط العالي على أنابيب الضغط العالي، وكذلك أنبوبة الفاكيوم اللي تكون بالوسط على أنبوبة الفاكيوم، وأفرغها من الهواء. فحص التسرب، قلنا يتم باستعمال محلول رغوي حتى يعني يتم فحص التسرب الليك. هنا عند الطول المكافئ بالأنابيب الـ LA، اللي هو مجموع أطوال الأنابيب، الـ L1 والـ L2 بالنسبة للعكس، الـ L3 والـ L4 والـ L5. هسه راح نجي نشوف بالجدول شلون يحسب الطول المكافئ للعكس أو الـ L joint وللتراب بيند المصيدة. فهنا مثلا تعتمد طبعا على قطر الانبوب، البايب ديامتر قطر الانبوب بالمليمتر، اذا كان مثلا 9.5 مليمتر الال جوينت، فالطول المكافئ له هو حوالي 0.18، والتراب اذا كان القطر مال الانبوب 9.5 مليمتر، الطول المكافئ له 1.3. هاي طبعا هاي ستاندر، هاي الأطوال المكافئة قلنا طبعا تكون نسبة إلى قطر الأنبوب. عندنا بالأخير الواجبات، هاي الواجبات هي يعني من الشرح اللي شرحناه قبل قليل.